وسيبك من اللي بيقولك انا ذاكرت بعد الامتحانات بثلاث ايام وجبت 99%. الكلام ده مش منطقي تماما، ده كلام بيلموا بيه ريتش. سيبك من المدرس اللي بيقعد يقول لك ابدا وانت قدها ويا بطل، ومحمود العسيلي في الخلفيه. مفيش حد بيطير من غير جناحات، محمود العسيلي نفسه مكتئب وعنده حاجات متراكمه وراه مش عارف يلمها. ابدا دلوقتي وخلي نفسك هي اللي بتدفعك لده.